ليش ما بتسأل أمك سؤال؟ كيف بتكون حالة الأم بس يكون أولادها بعاد عنا؟ ليش ما بتساوي شي مازن؟ أنا ما عندي أي جواب واضح على هذا السؤال، بس فيك تقولي إني وصلت لمفترق طرق بحياتي. فهمانة وضعك مازن، أنت ما بدك تخسر بنات وما بدك يتخلوا عنك. رباط الحب، الجزء الرابع، من الأحد إلى الخميس 11 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.